ثواني حاجة وجايالك. ثواني ايه؟ الراجل ده ما بيصطفى، شايف سرير نايمه عليه؟ سرير ايه يا حاجة؟ انت شايفة الحصة اللي احنا فيها؟ وبياخد تحليل تحت الناس في الطرقة. ايه اللي بتعملوه ده؟ سايبين الناس تموت على الأرض وفي بتتفرجوا؟ دكتور ما احنا انتوا ايه وزفت ايه؟ افتحي اوضه الافاقه بسرعه يلا وحطي فيها سراير يلا. ربنا يحميكوا ويسعدك يا رب. بسيطه يا حاجه ان شاء الله. ست رباب فين؟ انا هنا يا دكتور. انت لا هنا ولا حاجه ولا حاسه بحاجه خالص. احنا اسفين يا دكتور بس الحاسه دخلت فجاه والضغط علينا من امبارح. مش عايز اعذار يا رباب، شدوا حيلكم واظبطوا الشغل احسن والله العظيم هقدم فيكم شكوى، انت فاهمه؟ حاضر يا دكتور حاضر.